عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بالي ماسك كما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على جديد رملة ذويبي طليقت على الشابي. لمزيد التفاصيل شاهد الفيديو بعد الفاصل. بون كما قلنا رملة ذويبي عندها جديد ما وقفتش بعد على الشابي وبرشا قالوا كيفاه رملة عملت عملية ومن بعد نهار اثنين وقامت وتخرج وعادي وتحوس وتنجز لبس عليها معناتها ما عندها حتى إشكالية عضوية. وكما نعرفوا إنه العملية اللي قامت بها رملة مش عملية سهلة، قتلك وصلت للموت وقفت منها الحمد لله، ربي يعطاها عمر جديد وربي يطول في عمرها ويطول في عمر الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. رملة هي اللي جابت شبهات للروحة، برشا قالوا لها معناتها انتي بالمنجد مشيت تزيد ولا تنقص ولا تعمل في حاجة. ومن بعد باش نقول لكم شنو هو معناتها الخبر اللي طلع واللي هو صحيح. رملة من با قامت بعد العملية بنهار روحت كيف مليون من غدوة، عملت عركة كبيرة وكبيرة برشا وتفرجتوا فيها الكل. اسفه ما نجمش ان نهبط لكم معناتها حتى لقطه من الفيديو بويسك توا القناه نتاعنا مستهدفه برشا وقاعدين يبعثونا في انذارات غالطه، انذارات معناتها مزيفه للاسف الشديد. ما نجموش نهبطوا حاليا حتى تتحل المشكله هذه. هاوكا عملنا لكم دي فيديو ناقص، كان مش يبعثونا انذار على صوتنا. والله شي يضحك وان شاء الله ديما تضحكوا. رملة عملتك العرور الكبير اللي فرجتوا فيه وقت اللي موزايك صرحت اللي رملة ذويبي كانت انسانت من عليه، وبعد ما طلقت مشيت تنحي في البيبي عملت عملية اجهاض، خرجت رملة وشعلت وعملت هذوكم الكل اللي ريتوهم وقالت معناتها ما تصورتش من موزايك باش تطيح للمستوى هذا وتتهمني بالاتهام هذا. وبديت معناتها جبدت ما عندها وجبدت حاجات اخرين حكيتها موزايك اللي هما قالوا رملة معناتها تزوجت علاء الشيبي فقط للشهرة وتزوجته على المال، وقالت شنو عنده علاء قدام اللي عند بابا حتى انا باش نطمع فيه، واي راجل باش ناخده في الكون مستحيل ينجم يعطيني شوية من اللي عطاهولي بابا من الماديات من كل شيء. قالت عشت في دارنا الحمد لله انشم يدي نشبع، مانيش في حاجة للعلي ولا لشهرة علي وما خديتش علي معناتها كمشهور. وعملت له اون ميم طون ديكلاراسيون دامور وقلت لكم على اللين باش تلقاو فيه اللي هو في الانستغرام نتاعها ديريكتومون، وديما تنحط لكم لي لين باش تتفرجوا فيهم هما ديريكت وما تتحقوا حتى قناة. المفيد الاهم رملة ما قعدتش مرتاحتش وهذا اللي خلى الشكوك تزيد عليها. خرجت من اليوم الثاني للعملية بعد العركة هذيك الكل وقالوا لها اقعد ريض لا تولي تنزف، خرجت مشيت تعمل في دورة. والصادم هوني انه احنا في بين العملية معناتها على المسران الزايدة اون برانسيب تجي في البطن معناتها في الشيرة اللي تبدأ على اليسار اون برانسيب العملية فما، لكن كما تعرفوا انه رملة ديما تلبس دي توب ما تلبسش لي بول طويل حتى في الشتاء، يعني ديما بطنها عريانة. وما رعنا هوني إلا أنه نراو بطن رملة لابس عليها ما فما حتى بونسمون ما فما حتى سيكاتريز من بار العملية. بعدها نحكي لكم بنهارينا اون برانسيب مازالت الغرز راكبة، الغرز معناتها مازالها أيامات باش تتنحى، لكن هذا الكل ما فماش. رملة تخرج عادي تخرج في توب ما فماش بلاست عملية، وكان لاحظتوا في الفيديو متاعها انها تخبي في الكوتي هذيك معناتها بتصورها هي تعمل قلب هي تعمل كادر نوار هي تعمل اي حاجة باش تخبي اكل البارتي العريانة في بطنها باش الناس ما تفيقش. لكن الناس فيقة من نهار لول انه العملية متاع رملة يا اجهاض يا نفخ، وبالطبيعة اللي حاجته باش يعرف. وبعد ما تأكدنا من مصادرنا الأساسية العملية اللي عملتها رملة شنو، اللي يحب يعرف يخلينا في التعليقات شنو العملية وأحنا نقولوا له عليها العملية اللي عملتها بالضبط وين، ماهيش تكهنات كما قلنا لكم من المصادر الأساسية. وكيف ما تعودتوا علينا ديما نجيبو كان الحقيقة وما نجيبوش لوهام.
وخرجت في اليوم الثاني، قلنا مشيت تعمل في بيبليسيتي، تخدم هي بحكم على شركات ولا تعمل بيبليسيتي للماركات الكل اللي تتصوروها، معناتها اي مجازا موجودة يطلبوها، اي ماركة موجودة يطلبوها باش تعمل معاهم البيب. وعلاش لا، ربي يعينها وربي يرزقها. اذا كان مش تعمل في حاجة غلطة تخدم على روحها بيبليسيتي، بروكوا با، ربي يعينها. اليوم رملة تفاجئ الناس الكل، ولي فيديو ديجا مازالوا عندها اجري وتفرجوا فيهم توا على انستغرام متاعها. رملة تحضر الزفاف متاعها، زواجها الثاني مش شخص الطبيعة اللي قلنا لكم عليه في السابق، واللي ما يعرفش يقولنا تو نعاود نقول لكم عليه. زواجها قريبا، اليوم خرجت هي واختها، او هي واخواتها واصدقائها، مشيو معناتها يختاروا في الموبل، الميبل متاع دارها جديدة، من بيت نوم، البيت صالة، البيت فطور، البيت قعد، للكل. معناتها الدار كاملة قاعدة تجهز فيها من الأول وجديد. وحلت اللايف، قالت للبنات اختاروا معايا. ديما تعرفوها تحل لايف، معناتها مصباح لليل حياتها كاملة مشاركتها مع أصدقائها، مع محبينها، مع الناس الكل. حاجة وحويجة، هاكا شوية شهرة، وهاكا شوية بيبليسيتي، وهاكا كل شيء موجود، فهمتوا؟ اختاروا معاها اليوم الميبل متاعها، اختارت البيت نوم، اختارت الصالون، اختارت البيت فطور، البيت قعد، اختارتهم الكل. معناتها جهزت دارها اليوم من جميع ما، وقالت انه فرحتها على قريب. برشا قالوا لها في ساعة في ساعة نسيت عليه، حبيته ونسيته في ساعة، معناتها مسهل الحب عندكم. حتى علي موقفش عندها، علي بيدو مشي يشوف حياته قبل ما تشوف حياتها هي، وبدا حياة جديدة مع ريهام بن عليا، وهو اللي صرح بالحب اللي خلاها هي ديجا تاخد ديسيزيون وتمشي تفارس في العرس متاعها. وسي بون هاكا، معناتها التجهيزات الأولى كملتهم رملة اليوم. ما تعرفوا بتبيع سبونسوريزي، معناتها اشتر الميبل بلاش، هاكا تعمل حاجة وحويجة بيبليسيتي، وميم طون تاخد الحاجة اللي حاجتها بها هي، وهكا مرتاحة. مازلت ما علمتش بالدات متاع عرسها وقتاه بالضبط، مش متقولش كذبوا علينا وكل. مازلنا ما نعرفوش دات العرس بالضبط وقتاه. نقولوا لها ان شاء الله ربي يهنيك، وان شاء الله ربي يسعدك، وان شاء الله معناتها العرس هذا يكون ناجح ويكون عن حب مش على مصلحة معينة، وان شاء الله ربي يرزقهم دي بيبي. لي بيبي هذوما هما اللي معناتها يصلحوا الدار، يصلحوا العائلة، اللي يخليوا العائلة تتماسك أكثر. وإن شاء الله تخموا برشا قبل الزواج، كي أنتي كي علي تعرفوا أنه قراراتكم صحيحة، باش ما تلتجئوش حتى في الزواج هذا أنكم تطلقوا، كل واحد فيكم يطلق، هو يطلق المرأة وأنتي تطلق الراجل، ونرجعوا معناتها للعوبة الأولى. نقولوا كان ربي يهديكم وربي يهنيكم. وتحياتي القناة لمسات يارا، وقلها ان قلبي وجعني بارش عليك. قناتها باش تتسكر لتريز بعد غدوة للأسف الشديد، مع الطاقات انذارات مسكينة، انذارات ما هزت من حتى قناة للأسف الشديد. نقول لها ان شاء الله نروق في احلى قناة، ان شاء الله ربي يعوض عليك. باي باي، ما تنسوش دعمنا، وما تنسوش الاشتراكات في قنواتنا الجديدة. عايشكم، باي باي.